بتاريخ 20 أكتوبر 1970 وحوالي الساعة 8 صباحا تم العثور على جثة غير معروفة لمتوفى ذكر في فندق أنتر كونتيننتال في مدينة فرانكفورت على ضفاف نهر الماين. يعتقد أن وقت حدوث الوفاة هو ليلة 19 أكتوبر 1970، وقد حدثت الوفاة بعد عملية تخدير مسبقة. إن الباحث في تاريخ الثورة الجزائرية والمتطرق لأحداثها في جميع الجوانب والزوايا سيجد محطات وأحداث هامة في مسارها، ولعل أبرزها مجموع الخلافات والصدمات الأيديولوجية التي حدثت بين قاداتها والتي امتدت حتى بعد الثورة، لتطفو الصراعات وتتعدى كونها خلافات بين القادة فحسب، بل أصبح الصراع بين العصب التي تكونت بموجب خلافاتها الأيديولوجية والجهوية. فبعد انقلابه على بنبلة سنة 1965 أنشأ بومدين لنظام عسكري مبني على الولاء للأشخاص وتخوين كل من يحاول بث أي فكرة ديمقراطية. كريم بالقاسم أحد هؤلاء الذين كانوا يريدون التأسيس لنظام ديمقراطي من خلال معارضته لنظام بنبلة وبومدين. كان كريم بالقاسم يعيش في منفاه الاختياري حين التقى بالرائد الأخضر بورقعة وسأله عن حركة 11 من ديسمبر 1967 وتبعاتها، وعن مصير الطاهر زبيري ليؤسس حزبا معارضا في 18 أكتوبر 1967 سمي بالحركة الديمقراطية لتجديد الجزائري. ولد كريم بالقاسم في 14 من ديسمبر 1922 بذراع الميزان بتيزي وزو لأب تاجر، درس تعليمه الابتدائي وبالعاصمة حتى 36 ليدرس المحاسبة، وجند تجنيدا إجباريا في الجيش الفرنسي ليسرح في الأول من جويلية 1945. بدأ كريم بالقاسم نشاطه بحزب الشعب سنة 1945، كما كان عضوا بارزا في حركة انتصار الحريات الديمقراطية ومسؤولا عن ناحية ذراع الميزان. رفض كريم بالقاسم القوانين الفرنسية ولجأ للجبال في منطقة القبائل لينضم إلى المنظمة الخاصة سنة 1947، وفي سنة 51 حكم عليه بالإشغال الشاقة ثم حكم بالإعدام سنة 52. كان كريم بالقاسم أثناء أزمة حزب الشعب الجزائري من المصاليين، غير أنه بدأ بالاقتراب من الحياديين وأعضاء لجنة الثورة للوحدة والعمل ليتم الاتصال به في ماي 1954 من طرف مجموعة الخمسة في مقهى العرش، وتحديداً مع بوضياف وبن بلعيد. في 10 أكتوبر 1954 شارك في اجتماع مجموعة الستة ليشارك في الاجتماع الثاني في 24 من نفس الشهر، وهو ما يسمى بالاجتماع الحاسم. كريم بالقاسم يعتبر من أباء ثورة التحرير مجاهدا في الميدان وليس فقط سياسيا. في مؤتمر الصمام التاريخي في 20 من أوت 56 مثل المنطقة الثالثة رفقة عمروش ومحمد سعيدي ليصبح بعدها عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصمام. في 20 من أوت 57 شارك في مؤتمر القاهرة ليشارك في تشكيلة الثلاث للحكومة المؤقتة، نائبا للرئيس ثم وزيرا للقوة المسلحة فوزيرا للداخلية، ليشارك بعدها في اجتماع العقداء العشر بتونس سنة 1959، ليمضي بعدها اتفاقية إفيان الثانية مساء 18 من مارس 1962 بصفته رئيسا للوفد. À la veille d'une conférence afro-asiatique présentée d'avance comme un nouveau Bandung, un coup d'État vient par surprise de renverser le président Benbella. عشية استقلال الجزائر طفت الخلافات على السطح واستولى جيش الحدود على السلطة. بتاريخ 7 من أفريل 1969 أصدر مجلس القضاء الثوري الحكم بالإعدام غيابيا على المجاهد كريم بالقاسم. نطق بالحكم الرائد محمد بن حمد. أسس مجلس القضاء الثوري في 4 من نوفمبر 1968 ومقره وهران، متخصص فقط في محاكمة كل من يريد إسقاط النظام البومدياني، وسمي في القانون بالاعتداء على الثورة والنظام العسكري.
عين ضابط فرنسا محمد تواتي الذي كان حينها برتبة ملازم أول كقاض للتحقيق لمجلس القضاء الثوري. الحكم على كريم بالقاسم كان سببه تأسيس حركة الديمقراطية للثورة الجزائرية التي تهدف أساسا لإسقاط النظام العسكري. redonner au peuple algérien en lui donnant la parole le droit de disposer de lui-même de son destin de son devenir et pour cela nous NDRA nous combattons et nous continuerons à combattre pour la réalisation de nos objectifs proclamés le 18 octobre 1967 par notre mouvement. شارك في هذه الحركة الرائد الأخضر برقعة والذي حكم عليه بالسجن لعشر سنوات بعد أن التقى كريم بالقاسم بباريس. كانت المخابرات العسكرية تعلم كل تحركات الرائد برقعة في باريس. بعد سجنه تم العفو عنه بتاريخ 25 جوان 75 بعد طلبه العفو لظروفه الصحية، لأن النظام البومدياني مارس التعذيب، خاصة المجموعة التي حاولت الانقلاب على بومدين في 14 ديسمبر 67 وفشلت في اغتيال بومدين سنة 68، ليعين بعضها ضباط فرنسا على رأس المدريات ويخون القادة التاريخيين للثورة. نشر النظام العسكري في الإعلام في صحيفة الجمهورية الجزائرية دعوة لكل جزائري بالمشاركة في إعدام كريم بالقاسم. حسب المؤرخين فإن المصاد الإسرائيلي حاول الاتصال بكريم بالقاسم في باريس لمساعدته في قلب النظام، غير أنه رفض هذا العرض. بعيدا عن جبال القبائل التي ترعرع وعاش فيها كريم بالقاسم، وفي مدينة فرانكفورت الألمانية والتي وصل إليها في 18 أكتوبر 1970 ليحجز غرفة في فندق الانتركونتيننتال ليلحق به 3 أشخاص. في 20 أكتوبر 1970 وجدت جثة كريم بالقاسم في غرفته رقم 1414، ورباط في فمه وأثر حزام على رقبته، ليجد المحققون قارورة من الكلوريافيل دليل على تخدير الضحية. تناقلت الصحف العالمية خبر وفاة كريم بالقاسم على صفحاتها، بينما لم تذكر الصحافة الجزائرية نبأ وفاته. أصابع الاتهام وجهت لنظام هوار بومدين، واتهمت صراحة عبد العزيز بوتفليقة، خاصة بعد ظهور الوثائق السرية الفرنسية في بداية 2019 والتي تزامنت مع الحراك الشعبي. هذه الوثائق تقول بأن الخارجية الجزائرية والتي كان عبد العزيز بوتفليقة على رأسها ضالعة في هذه التصفية السياسية. أخرست كل الأصوات التي نادت بالتحقيق في ملفه، وحتى مؤيدوه من الحركة الديمقراطية للثورة الجزائرية الذين لم يطالبوا بالتحقيق في مقتله ولا حتى أسرته. في عهد الشاذلي بجديد وفي سنة 1984 حاول الشاذلي رد الاعتبار لبعض رجالات الثورة، منهم كريم بالقاسم الذي أحضرت رفته من ألمانيا ليدفن في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة وتدفن معه الحقيقة.